أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة أكد نمو عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6% مع تسجيل زيادة في مدة الإقامة وصلت إلى نحو 3 ليالي. جاء ذلك خلال جلسة نظمتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمؤسسات الضيافة والفنادق العاملة في المملكة لإطلاعهم على أبرز نتائج المكاتب التمثيلية 7 التي تم تدشينها في مختلف أنحاء العالم بهدف النهوض بالقطاع السياحي والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة. وقد بين الشيخ خالد بن حمود خلال استعراضه لأبرز مستجدات وأحصائيات قطاع السياحة لعام 2018 أن المكاتب التمثيلية في كل من المملكة العربية السعودية والهند والصين وروسيا إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا قد سجلت زيادة ملحوظة في عدد وكالات السفر المروجة للمملكة والباقات السياحية والحصص السوقية، وبذلك تكون المملكة ممثلة في قطاعها السياحي أمام طموح كبير في المساهمة بشكل مضاعف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. كما تم خلال الجلسة مناقشة آليات التعاون مع كلية فاتيل الفندقية التي تسعى عند تدشينها رسميا في شهر أكتوبر المقبل إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة وتوفير فرص عمل لهم. حابين ان احنا نطمن القطاع ان هناك الحمد لله زيادة عدد السواح بنسبة 6%، بالتحديد 5.9%، وأيضا هناك زيادة في مدة الإقامة في المملكة البحرين وصلت إلى 2.8 ليالي. فإحنا اليوم البحرين الناس تزور البحرين مو فقط الإجازات نهاية الأسبوع بل يقضون يوم إضافي فهي بمعدل 3 ليالي تقريبا، وهذه زيادة الحمد لله تطمن القطاع أن هناك نمو مستمر. قدرنا احنا نتعاون مع بعض ان احنا نزيد حضور البحرين في وكالات السفر العالميه، وايضا من خلال العروض اللي هي الباكجز المعروفه ان هي تضم البحرين، فاحنا شفنا زياده كثيفه في عدد العروض والباقات الى مملكه البحرين. مثلا في بريطانيا استطعنا ان نزيد من 40 باقه عرض الى المملكه الى 568 باقه. نتابع الآن أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تراجعت بورصتنا المحلية في إغلاق اليوم ليقفل عند مستوى 1362 نقطة بانخفاض نسبته 0.35%، حيث شهدت التداولات اليوم نزول مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 11,036,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,782,000 دينار تم تنفيذها من خلال 113 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية ونتابع تباين في الإغلاقات نتيجة نتائج الأعمال للشركات المدرجة في البورصات الخليجية. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي تراجعت بمستوى طفيف عند نسبة 0.07% لتغلق عند مستوى 8,399 نقطة متأثرة بانخفاض أغلب مؤشرات البورصة السعودية ويتصدرهم قطاع السلع الرأسمالية. نتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي تراجع أيضا بنسبة 0.19% مقفلا عند مستوى 5,355 نقطة
وذلك بتأثير سلبي من انخفاض قطاع الطاقة في تداولات اليوم. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي كان أحد الرابحين في إغلاقات اليوم، والذي أغلق بارتفاع بنسبة 1.12% مقفلا عند مستوى 4830 نقطة، مع تقدم غالبية مؤشرات البورصة بقيادة قطاع البنوك التجارية. فيما أقفل سوق دبي المالية على ارتفاع أيضا بنسبة 0.65% مقفلا عند مستوى 2944 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الاتصالات. في حين شهد سوق مسقط الأوراق المالية انخفاضا بنسبة تقارب 0.7 نقطة المئوية مقفلا عند مستوى 4374 نقطة، بتأثير من انخفاض كافة مؤشرات البورصة العمانية. في الأخبار الخليجية أيضا، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 من يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مع توقعات بارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في العام الجاري 2018، ومن المتوقع أيضا ارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.3%. وأشارت التوقعات زيادة تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. ورصد صندوق النقد الدولي زيادة توظيف المواطنين السعوديين ولا سيما النساء، كما وتوقع الصندوق أيضا أن تستمر معدلات التضخم على المدى المتوسط عند مستوى 2% مع استمرار تراجع عجز الموازنة من 9.3% في عام 2017 إلى 4.6% خلال عام 2018. تتهيأ مؤشرات S&P داو جونز لترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة العام المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى في مارس 2019 والثانية في سبتمبر من العام ذاته. جاء ذلك استجابة للإصلاحات التي أجرتها السوق السعودية لدعم الاستثمار الأجنبي، فضلا عن وجود إجماع إيجابي قوي بين المستثمرين العالميين. ومن المتوقع أن يكون وزن السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ S&P داو جونز نحو 2.6%. يأتي ذلك بعد أن تمت ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر فوتسي راسل في مارس الماضي، وضمن مؤشر MCSI في يونيو الماضي. فتحت الوجهة السياحية الجديدة في مدينة أبوظبي الإماراتية أبوابها للزائرين، وهي مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي، التي ستكون أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامة وارنر براذرز. وقامت شركة ميرال لإدارة الأصول بتطوير المشروع بتكلفة بلغت مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي قطاع الترفيه العائلي والسياحة في العاصمة الإماراتية. وتقع هذه المدينة الترفيهية على جزيرة ياس التي تضم عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورد أبوظبي وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا 1. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: الرجل الذي أنقذ عملاقين في صناعة السيارات فيات وكريسل يفارق الحياة. شهدت ودائع المصريين بالبنوك ارتفاعا بنحو 442 مليار جنيه خلال 9 أشهر فقط، حيث سجلت 3.5 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس 2018 بزيادة بلغت نسبتها 14%. يأتي ذلك على الرغم من الارتفاعات القياسية في أسعار السلع والخدمات بمصر، وما صاحبه من قفزة حادة لمعدلات التضخم التي كان من المفترض أن تقلص ودائع المصريين في البنوك. ونفذت الحكومة المصرية البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسة دولية، وتحصل مصر بموجبه على قروض ب 12 مليار دولار. ولعل السبب الأبرز لجذب ودائع المصريين في البنوك المصرية ارتفاع أسعار الفائدة لنسب قاربت 20%.
شهد الأسبوع الماضي سابقة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة بنك الفيدرالي الاتحادي معبرا عن خيبة أمله بشأن رفع معدلات الفائدة. وتأتي تصريحات ترامب في تدخل نادر من قبل رئيس الدولة ليسير بذلك على نفس خطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لطالما انتقد معدلات الفائدة المرتفعة وأعطى إشارات مؤكدة إزاء رغبته في إحكام قبضته على البنك المركزي. وفي استجابة سريعة أعلن البيت الأبيض عبر بيان رسمي أن الرئيس لم يكن يعني التأثير على عملية صنع القرار بالبنك الفيدرالي، وأن الأمر متروك للبنك في اتخاذ أفضل الطرق لتحقيق أهدافه التي حددها له الكونغرس. قال الاتحاد الأوروبي أنه يعد لتطبيق تعريفة جمركية على واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في حال فرضت واشنطن تعريفات جمركية على واردات السيارات الأوروبية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده يمكن أن تتراجع عن قرارها بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي مقابل أن تتخلى أوروبا عن فرض الرسوم على السلع الأمريكية. انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ مارس 2017 مع تراجع تقييم الأداء الصناعي للبلاد. وكشفت بيانات مؤشر إيفو لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني أن اقتصاد البلاد مستمر في التوسع لكن بوتيرة أبطأ. وتابع أن مؤشر الصناعة سجل في الشهر الجاري تراجعه السادس على التوالي نتيجة التقييم الضعيف الراهن في وضع الأعمال. كما انخفضت توقعات الوضع الاقتصادي في ألمانيا للعام الحالي بحسب مؤشر إيفو. ارتفعت أسعار الذهب مع هبوط الدولار الأمريكي وترقب المتعاملين بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا التي ستصدر يوم الجمعة. وزاد الذهب في السوق الفورية ليبلغ 1225 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية للذهب في أغسطس بنسبة 0.01% بعد أن سجل المعدن الأصفر الأسبوع الماضي أدنى مستوى في عام، متضررا إلى حد كبير من قوة الدولار وسط زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% بعدما لامس أعلى مستوياته في العام الجاري خلال الأسبوع الماضي. والآن نتابع المزيد من مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، أعلنت الأسرة التي تملك حصة مسيطرة في شركة فيات كرايسلر وفاة الرئيس التنفيذي السابق للشركة سيرجيو ماركيوني. وعينت الشركة رئيسا تنفيذيا بديلا له في مطلع الأسبوع بعدما أعلنت تدهور حالته الصحية. يذكر بأن على مدى مشواره المهني الطويل ترك ماركيوني بصمة لا تمحى على قطاع صناعة السيارات، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة فيات عندما استحوذت على كرايسلر وانتشلتها من الإفلاس عام 2009 بعد عملية إنقاذ قادتها الحكومة الأمريكية للشركة المتعثرة لتندمج الشركتان قبل 4 سنوات.